صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: هل يجوز قول في ذمتك والمقصود بذلك المنع من الفعل، وكذلك قول أمانة والمقصود؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، هذا ورد النهي عنها، ورد النهي عن الحلف بالأمانة. أقوله أمانة هذا قسم بس الواو محذوفة، أي والأمانة، فلا يجوز هذا. وفي ذمتك، في إن كان القصد إن هذا تتحمله في ذمتك وفي ظرفية فلا بأس، في ذمتك يعني في كفالتك وفي عهدتك لا بأس. أما إن كان القصد اليمين فلا يجوز ولو جاء به بدل الواو. نعم.